المسيرة مع منظر كبير بديت منذ سبتمبر 2019، 7 مباريات، 3 ودية ضد موريتانيا، كوت ديفوار والكامرون، 2 في إطار الشان ضد ليبيا ذهب وإياب، وزوز في إطار تصفيات كأن 2021 ضد أبناء فوز البنزرتي المنتخب الليبي ومنتخب غينيا الاستوائية في مالابو. الحصيلة 5 انتصارات منها 3 على التوالي، تعادل وهزيمة. هجوميا منتخبنا سجل 10 أهداف منها 7 في الأشواط الثانية، ويقدم لاعبين ذات صبغة هجومية، 3 أهداف للبدري والخزري اللي يصبح في رصيده 19 هدف في 53 مباراة دولية، ويلتحق بالمركز الرابع لهدفي المنتخب. ثنائية وهي الأولى للخاوي في 15 مباراة، وأولى أهداف محترف مارسي مع النصور. وبقية الأهداف فرقت على عيوني، هدف في أول ظهور لي مع المنتخب، وسليتي زادة هدف مع منظر الكبير. دفاعيا منتخب نقبل 4 أهداف في 7 ماتشوات، 43 لاعب تم الاعتماد عليهم في 630 دقيقة، 21 محترف و22 محل، 3 حراس مرمى موزع حسن بن شريفية بن مصطفى، 12 مدافع، 20 وسط ميدان و8 مهاجمين. بمعدل أعمار 26 سنة و5 أشهر، الأكبر الحناشي 35 سنة، والأصغر محمد علي بن رمضان 20 سنة، والأكثر استعمال بن محمد معلول البدري مرياح اللي خاض 5 مقابلات كاملة 450 دقيقة، وأقلهم الوسلات 5 دقائق والصرار في 13 دقيقة. وفي قراءة لزاد البشر يستعمل منظر الكبير عديدة هي الاستنتاجات. أيمن عبد النور بعد الفورمة الكبيرة اللي ظهر بها في تجربته التركية يعود لأجواء المنتخب بعد 966 يوم، آخر مشاركة كانت ضد الكامرون في مارس 2017. مع دخول المنتخب في الرسميات فانو الإطار الفني وفي لقاء ليبيا اعتمد على 11 محترف، وهي المرة الأولى للنصور في التصفيات يلعبوا ب 11 لاعب أساسي ينشطوا خارج تونس. وحتى في المواجهة الثانية تم تغيير وحيد، إقحام بن عزيزة مكان عبد النور. فنيا فانو طريقة 4-2-3-1 هي اللي اعتمدها الإطار الفني، والملاحظة أنه مدرب المنتخب لم يعتمد على رأس حربة صريح، واختار التعويل على الخزري كمهاجم صريح، طريقة أعطت أكلها بما أنه المنتخب سجل 5 أهداف في 180 دقيقة. زاد من الإيجابي دمج لاعب المنتخب الأولمبي والتراجي محمد علي بن رمضان اللي لعب في زوز لقاءات هذه، وهذا في حد ذاته يعطي شحنة لبقية زملائه لتأكيد قدرته. في الأخير البداية تعتبر إيجابية للمنتخب، نسخة كبير على مستوى النتائج وكذلك المستوى الفني اللي مازال يشكو بعض التروشيك خاصة على مستوى الدفاع.